ناصر صلاح بمركز مدينة الزقازيق. والآن أتدور على فخر قراء محافظة القليوبية بمركز كفر شكر فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي الذي ندعوه إلى الارتقاء إلى منصة التلاوة، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
له الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. الله يكتب عليك يا جماعة. لسه 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 سبيلا وقل الحمد لله. يا جدع وقل الحمد لله. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله يسبح له ما في السماوات
السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. شاكرا فضيلة القارئ الشيخ محمد سامي الذي أمتعنا بتلاوته، قدم إليه بجزيل الشكر والتقدير، كما نشكر أيضا صاحب الأدب والواجب أستاذ محمد كمال مسك الليالي القرآنية بمحافظة القليوبية وصحبته الطيبة وكل من شرف هذا المكان الطيب المبارك بالحضور. أيها السادة الكرام، حبه عين الكمال، جاهه عالي وغالي، صحبه خير الرجال، بايع الحبيب محمد، خير خلق الله أحمد، كل من يراه يسعد، حوضه الصافي المبرد للي يعشق نور محمد، خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها، هذه الدنيا نراها من نور الحبيب محمد.